أصبحت الكثير من الأسر في ولاية تيزي وزو مؤخراً تفضل النحر الجماعي أو ما يعرف بالسهمة بدلاً من الكباش. عائلة أوغمات واحدة من العائلات التي دأبت سنوياً على هذه العادة والتي يتشارك فيها الجيران والأقارب. كل العيد تام قرانت مادة شكاكية نخدم شكاكية نزلو ثربع شكاكية عاجمية سبعة مدون أتجيك جوز العيد تام قرانت نخدم كل فرح إذا تمثل أنا وكذا ولا ممكن من نعك يوم ثلاثة فامية زين سيد الجدود نعم والواد ديالنا نفد دوكل نلقيو نخام من بعد نهضر ناس كنا تاعنا وما دنا حتى الساريتني غامش كتولد داكي سلا زين كي خرفين لا ضاحي باير كل يوم مي عجمي كي نخمت شغل تي سيريت نهار هاد الجدود ندوكل داك. بعد صلاة العيد يلتف الجميع ويستعد لعملية النحر في جو عائلي مميز. شاركين دي أصغر العيد يسبع أي سن السنة ويزرع كاري ويزرع حولي ويجي متفقا هني يغند أجمي ونزلون شغل الوزيعة صافي بارتي دا لكن يقارن لا سوليداريتي عادة حملتك ثوذرين يعني وقا كدو الفاميليا ذاقيا قلع غير لا فامي وقمات الجيران كل عيد حمر غادرها. تتقاسم هذه العائلات هذه الأضحية ليس عجزا منها على شراء الكبش بل قصد لم الشمل وتجسيد صلة الرحم والتغافر والتآزر فيما بينهم لتضفي على العيد نكهة مميزة.